السلام عليكم. في سؤال بيقول ايه اخر توجهات الدولة في مجال البيم، وما نصيحتك للشركات المقبلة على تكنولوجيا البيم خصوصا بعد التعميم الجديد؟ طيب، اخر توجهات ان الادارة الهندسية بالجيش هتستلم الشغل ريفيت وليس بيم. يعني هو حدد الريفيت وليس البيم، يعني لو بعت له شغل ببرنامج اخر مش هيقبله، تمام؟ وده طبعا يعني المفروض بعد كده ان شاء الله يتطور يبقى بيم، بحيث ان لو انت عايز تشتغل باي سوفت وير ريفيت او غير ريفيت يبقى ليك حرية الاختيار، المهم ان هو يكون بيم مظبوط ويتصدر للاي اف سي. ده حسب يعني تقريبا كل دول العالم عاملة كده. بس هي خطوة كويسة، بس خطوة كويسة دي نتيجة انها ما كانش في تمهيد قبليها هتعمل مشاكل كتيرة جدا. هتلاقي كل الشركات عايزة تطلع شغل بيم حتى لو مش بيم. يعني انا قابلت ناس كتيرة تقول لك ايه، والله انا خدت المشروع وكان مطلوب فيه بيم، وانا فاكر البيم ده حاجه بشتريها له، او يعني ولاعه ولا شويه ورق بنزلهم من على النت واحطه، ما اعرفش ان يبقى فيه موديل، فخلصت المشروع كله من غير ما يبقى فيه بيم، والمشروع خلص ديزاين وخلص شوب دروينج وخلص تنفيذ بس ما خلصش البيم. فانا مش عارف ما فيش ميزانيه ان تعمل بيم خالص، فاعملوا لي ببلاش يعني، تمام؟ يعني اعمل لي اي عك في مقابل ان انا ايه ما ادفعش فلوس، تمام؟ فدي هتعمل مشكلة كبيرة جدا. هتلاقي وش بيم ده مصطلح معناه تزييف البيم، او ان انا هعمل لك مثلا ايه شغل على سكتش اب او الثري دي ماكس وادخله جوه الريفت واقول لك اتفضل يا عم ده موديل بيم، ده وش بيم، يعني بغش فيه، اعمل لك حاجات 2 دي واقول لك امسك يا عم 3 دي اهوت وبارك الله في مرضك. فهتحصل مشكلة كبيرة. عشان كده احنا في شركة اس تي اس، رابط تحت الفيديو، بنحاول ان احنا نحل المشاكل ديت، بنحاول ان احنا نمشي خطوة خطوة في تبني فكرة البيم. في خطوات بتمشي عليها خلال 3 4 شهور الشركة بتاعتك الناس تكون فهمت فكرة البيم وبدأت تعمل مشروع يعني تجريبي، انت مشروع من تبع الشركة فيلا صغيرة او كده، بحيث ان هم كلهم يفهموا الفكرة ويطبقوا. اول مشروع طبقناه قبل كده في احد الشركات في مصر كان عبارة عن غرفة وحمام، بس ناس فهمت الفكرة وعرفت من اول ما تبتدي وتمبليت مظبوط وفهم كل الافكار اللي موجوده في البيم وازاي يشتغلوا مع بعض في شغل كويس، ومع يعني فهم فكره الكولابريشن والورك سيت والحاجات دي كلها. خلاص لما قلنا لهم يلا ندخل على مشروع اكبر ما فيش اي مشكله خالص، وعملنا مجمعات وعملنا مشاريع كبيره جدا، وكانت بدايتنا حاجه صغيره بس كان في واحده واحده، وكان في منهج علمي مظبوط، مش ان انا اقول ايه انا هشتري سوفت وير وهشتري البرامج وهما ايه يبداوا بقى يجربوا ويتعلموا على نفسهم. ده بتعمل مشاكل. على الاقل في كل قسم بتعين واحد او اتنين فاهمين فكره البيم، بحس ان هم يبقوا سبورت للناس ويقدروا يطبقوا البيم من غير ما يعطلوا المشاريع بتاعت الشركه.